شاب مغربي طموح وهادئ، أحب العمل التطوعي، فكان دائم التواجد لمساعدة أهله وأبناء منطقته. تابع دراسته في فرنسا واختص بالكيمياء النووية، وبسبب عبقريته عرض عليه البقاء فيها لكنه رفض، وفضل أن يعود إلى بلده المغرب. ثم بدأ بالبحث والاكتشاف في ثروات بلاده، حتى وصل إلى اكتشاف جعله حديث الصحف العالمية، وأصبح بذلك أول من أنجز دراسات في الهندسة الكيميائية للصناعة الذرية على مستوى المغرب والعالم. كل هذا ولم يصل إلى سن 30. فمن هو هذا العالم المغربي الذي أبهر العالم باكتشافه ومات في ظروف غامضة بحادث سير مدبر؟ من منطقة أوطاط الحاج التي كانت تتبع لإقليم تازة، خرج هذا الطفل الذي سيختص فيما بعد بالطاقة النووية. ولد مولاي رشيد الإدريسي عام 1939، درس الابتدائية والثانوية في مسقط رأسه، ثم انتقل إلى العاصمة المغربية الرباط لدراسة الكيمياء. وعندما أنهى دراسته الجامعية سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته، واختص في الكيمياء النووية، وحصل على شهادة من المعهد الوطني للتقنيات النووية في فرنسا. رفض البقاء في فرنسا رغم كل المغريات، فالتخصص الذي درسه بالإضافة لكونه عبقري جعلاه هدفاً للشركات الفرنسية والعالمية، لكنه فضل العودة إلى المغرب لمساعدة أهل منطقته، فقد خصص جزءاً كبيراً من حياته للعمل التطوعي، ووضع برامج عديدة لمساعدة أهل منطقته من الأطفال والشباب والفلاحين، وساعد في بناء المدارس وتوزيع الكتب على الطلاب، كما ساهم في تأسيس جمعية فلاحية. لم يقف نشاط الإدريسي هنا، وإنما تابع البحث والعمل الجاد حول تقنيات تمكنه من مساعدة بلده المغرب. اكتشاف ثوري. بعد بحوث عديدة أجراها الإدريسي، وجد أن عليه التعمق أكثر في الثروات التي تمتلكها بلاده، وكانت إحدى أهم هذه الثروات هي الفوسفات. تابع الإدريسي عمله الدؤوب، وبدأ بإجراء الأبحاث المختبرية على الفوسفات المغربية، حتى اكتشف وجود نسبة يورانيوم عالية فيها. وبعد إجراء حسابات دقيقة من خلال تجارب كيميائية عديدة أجراها، توصل إلى إمكانية استخراج اليورانيوم من الفوسفات. وعندما تأكد من صحة أبحاثه ودقتها، أعلن الإدريسي نتائج ما توصل إليه عبر الصحافة المحلية. وسرعان ما بدأت الصحف العالمية والعربية تكتب عن اكتشاف الإدريسي، التي ركزت في تغطيتها على القول أن مادة فرعية وزهيدة ومتوفرة بشكل كبير يمكن أن يحصل المغرب من خلالها على 72 ألف طن من اليورانيوم سنوياً. وبذلك أصبح الإدريسي أول كيميائي مغربي يستخرج اليورانيوم من الفوسفات، وبدأت العروض تنهال عليه من كل مكان للانتقال إلى الشركات الأوروبية والعالمية، لكنه رفض مجدداً كل العروض التي قدمت إليه، وبدأ بالتخطيط للاستفادة من هذا الاكتشاف على مستوى المغرب. إلا أن هناك شيئاً واحداً لم يكن في حسبان الإدريسي، وهو أن العلماء العرب في تلك الفترة كانوا غير مرحب بهم على هذا الكوكب. ففي يوم 18 من أكتوبر من عام 1971، وهو في طريقه إلى مسقط رأسه عائداً من الرباط، وقع حادث سير مأساوي له على مدخل مدينة سلا. رحل الإدريسي عن الحياة وهو بعمر 32 فقط، قبل أن يرى حلمه يصبح حقيقة. أثار الحادث الكثير من الشبهات، وكتبت الصحف آنذاك أن موته لم يكن طبيعياً، وإنما مات بحادث مدبر، وأصبح بذلك ضحية لعبقريته ووطنيته، حاله كحال العديد من العلماء العرب في ذلك الوقت. برأيك، لو لم يتم اغتيال الإدريسي، ماذا كان سيقدم للمغرب والعالم من اكتشافات؟